بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خياتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة طبيعية 100%، وصفة عصير الجزر. كما تعرفوا كامل البنات، الجزر يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامين سي، كذلك الليمون. وهذا العصير ما يطلبش مواد بزاف. عندنا الجزر، عندنا الليمون، وعندنا الياورت فقط. هذه هي ثلاث مكونات. راح نتحصلوا على عصير غني بالفيتامينات خاصة للأولاد وفي فصل الشتاء. هنا راني ديت حوالي 700 غرام من الجزر. بعد ما نقيته غسلته مليح مليح، غسلته حوالي ربع مرات باش نتخلص من هذاك الرمل اللي فيه تماما. وحطيته في كاسرونة كما راكم تشوفوا، ضفت له كمية مناسبة من الماء باش من بعد ما نبقاش نضيف ليه الماء. وراح نحطه على الغاز على نار قليلة باش ما يتبخرش هذاك الماء. هنا راح نرحي الجزر تاعي بالبراميكسر، ومن بعد راح نكمل نضيف بقية المواد. كما راكم تشوفوا البنات، شوفوا اللون تاعو راهو هايل. نظن انه عفوا الجزر هذا راه يجيبوه من الصحراء. عنده مذاق حلو، يعني مش راح نحتاجو كمية كبيرة من السكر. ايضا شوفوا اللون تاعو جاي شغل مايل للاحمر. كما قلت لكم البنات، هذا العصير فيه كميه كبيره من الفيتامين سي، يعني يوالم الاطفال، يوالم الحوامل، خاصه الحوامل مليح ليهم العصير هذا. شوفوا القوام تاعو واللون راهو هايل البنات. نتمنى انكم تجربوه، ولاول مره تدخل القناه فضلا وليس امرا ديروا لي لايك اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا البنات راني ضفت كاس سكر، ومن بعد راح نشوف نذوقو نشوف الحلاوة تاعو، اسكو نزيد ليه ولا نخليه كيما هكذاك. هنا نتوما وكل واحد والذوق تاعو. راح نعصر ايضا البردق، عفوا القارص تاعي. هنا تحبوا تضيفوا معاه تشينا، يعني ما ضيفوا، يعني كل واحد وش يحب ولا وش متوفر عندكم. ايضا بتشينا وحده راح يجيكم ثاني مليح. كما نعرفوا كامل الاطفال الصغار ما يحبوش ياكلوا لنا الخضر. ساعه ساعه نديروا لهم عفسه كيما هكذا باش ياكلوا لنا الخضر. هنا راح نضيف العصير تاعي، ونزيد نضيف ايضا الياورت. جربوه البنات والله ما راح تندموا، راح ولادكم راح يحبوه بزاف وراح يطلبوه منكم ديما. انا ولادي ديما يقولوا لي ماما ديري لنا عصير الجزر. هنا انا الياورت البنات ديت ذوق الفانيلا، نتوما ديروا الذوق اللي يكون متوفر عندكم، تاع الخوخ ولا المشماش ولا الكارز، والنوعيه اللي تحبوا تاع الياورت، مش شرط يكون هذا بعد، المهم يكون فيه نكهه تاع فاكهه. المهم كيما نقولوا جود من الموجود، والشي اللي متوفر في البيت حنا راح نديروه، مش شرط يعني نشرط عليكم تديروا نفس المكونات اللي درتهم انا. انا عطيت لكم الفكره وانتم كل واحد والذوق نتاعو. كما قلت لكم تقدروا تستبدلوا العصير تاع الليمون بالبرتقال، راح يجيكم ثاني هايل، خاصه مع النوعيه هذه تاع الجزر، مش راح تبان نكهه الجزر تماما. هنا راني ذقت العصير تاعي، لقيته ناقص شويه حلاوه، زدت له حوالي 3 مغارف من السكر. تقدروا تزيدوا ايضا مغرف فانيلا، انا هنا ما ضفتش، راح تعطيكم ثاني نكهه مليحه فيه. ونكملوا الميكسي والعصير تاعنا. خلاص يعني ثلاث مكونات درنا، ما شاء الله كميه ما شاء الله تاع العصير.
هنا راح نفرغه، راني راح نفرغه وراني سيحت ودرت حالة في الكوزينة. من بعد راني ما رحت جبت طاس واحد اخر وفرغت فيه. شوفوا الكمية اللي تحصلت عليها البنات، يعني كمية ما شاء الله، يجي زاكي. شوفوا القوام تاعو، شوفوا جهايل والله. البنات جربوه مش راح تندموا ان شاء الله، واللي جرباتو تكتب لي في لي كومونتير ان شاء الله، ونقول لكم يعني بالصحة ولهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو قادم إن شاء الله.